تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح الإيجابية، ويومكم دائما مستمعين الأعزاء إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل المبدع معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وأيضا في التنسيق والمتابعة والإخراج مخرجا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعين الأعزاء، من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، نحب دائما نذكركم بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما خلكم حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وأيضا الحفاظ على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين وبشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما مستمعينا الأعزاء فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا أول خبر تحت عنوان العلماء يطورون مستشعرا قابلا للارتداء يراقب الصحة عبر الدموع. وأيضا لدينا خبر آخر يقول انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير. أنا شكلي بأخذ هذا الخبر إن شاء الله بعد قليل. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، بتكون معنا زميلتنا أسماء الجناحي وبتعطينا المستجدات في هذا الموضوع. فقرة الخدمات وفقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان خدمات عيادات طب الأسنان، وبتكون معنا ضيفة الدكتورة نورة برحيمة أخصائي أسنان أطفال. وفقرة التغذية اللي دائما الفقرة يعني المفضلة عندي أنا اليوم تحت عنوان ما تضعه في فمك يحدد حالتك المزاجية. الحقيقة اليوم موضوع شيق إن شاء الله بنسمعه مع بعض عن فقرة التغذية. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم فقرة صحة الطفل، وبتكون معنا الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري رئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. فهاي كلها فقرات برنامجنا لهذا اليوم متنوعة، ودائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ خبر انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير. يمكن مستمعينا الأعزاء أن يشير الانتفاخ البطن ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة المسببة لتكون الغازات، بل وأيضا إلى سرطان الأمعاء. واستنادا إلى بيانات جمعية السرطان البريطانية بأن انتفاخ البطن يشير عادة إلى تراكم السوائل في البطن، وهذا بحد ذاته أولى علامات تطور مرض السرطان. وبالإضافة إلى السرطان هناك حالات عديدة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، مثل شلل المعدة ومتلازمة القولون العصبي وأيضا الداء البطني والإمساك. ووفقا للخبراء يجب في جميع الأحوال مستمعين الأعزاء مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص سبب انتفاخ البطن. ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، ودائما مع مستجدات السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور، وصباح الأحد الجميل وداية موفق إن شاء الله أختي أسماء.
إن شاء الله وياكم أجمعين. ناخذ جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. قامت هيئة الصحة بنشر بعض المعلومات والأمور المهمة عند المتعاملين، منها في حال ظهور نتيجة إيجابية كيف الواحد ممكن يتصرف. أهم شيء أن الواحد يعزل نفسه مباشرة في غرفة منفصلة، وفي حال يعني ما كان عنده مكان مناسب للعزل في الغرفة منفصلة مع حمام خاص، ممكن يتصل بهيئة الصحة بدبي. أيضا من المهم جدا تحميل تطبيق كوفيد دي اكس بي سمارت اب، يعني هذا جدا مهم عند المصابين. في حال ظهور أعراض ممكن يأخذون مواعيد من خلال رقم الموحد 8342، يحجزون فيها إما الاستشارة الطبية عن بعد أو حد موعد لمراكز التقييم الخاصة بكوفيد. في حال ما كان في أعراض 10 أيام وآخر 6 أيام ما يكون فيها أي حمى أو حرارة. عند انتهاء العزل الصحي راح توصل رسائل نصية للمصابين تفيد بأن انتهائهم من العزل المنزلي. أيضا هناك ممكن حصول على شهادة انتهاء العزل الصحي من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي. من ضمن الأشياء اللي كنا نأكد عليها هي من هو المخالط. أخوي عبدالله، مو كل واحد شاف شخص مثلا يعني شاف سلم عليه بس من على مسافة أكثر من 2 متر يعني أنه مخالط. لكن هناك شروط خاصة أن الواحد يكون مخالط، لازم يكون أقل من 2 متر، يكون مثلا الشخص تم معه أكثر من 1/4 ساعة. فأن الواحد بس يمرور يمر ويمشي ويقول أنه مخالط، لا، هذا ما بيكون مخالط. في شروط معينة وتم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا هيئة الصحة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وهيئة المعرفة وتنمية والتنمية البشرية يضمون دورة تدريبية للتعامل مع مرضى كوفيد بالمنشآت التعليمية، وهذا لتمكين مسؤولية الصحة والسلامة في هذه المنشآت التعامل مع كوفيد في مؤسساتهم. هاي تقريبا الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ودائما دائما نقول لهم يعني ممكن الاتصال في حد المواعيد، وجميع المراكز وخدمات هيئة الصحة هي بالمواعيد وليس بالحضور دون موعد، سواء كان تقييم سواء كان فحص البي سي آر وغيرها. جميع خدمات هيئة الصحة هي عن طريق الموعد المسبق. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة الزميلة أسماء الجناحي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء، قبل لا ناخذ فقرة أو قبل لا نطلع الإعلان عفوا، نحب أيضا نقول بأن لقاح سينوفار متوفر الآن في هيئة الصحة بدبي، وأيضا المرحلة الحالية لكافة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 60 سنة وحاملي إقامة إمارة دبي من القوائم المسجلة مسبقا. وأيضا مواقع التطعيم بلقاح سينوفارم في دبي، مركز ند الحمر الصحي، وأيضا مركز الطوار الصحي، ومركز المنخول الصحي. قبل لا ناخذ الفقرة الفاصل عفوا، بيكون إن شاء الله موضوعنا فقرتنا الثانية، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمات عيادات طب الأسنان، وبتكون معنا الدكتورة نورة برحيمة أخصائي أسنان أطفال بهيئة الصحة بدبي، وبنتطرق معها اليوم عن خدمات الأسنان بشكل عام، وأيضا عن خدمات الأسنان اللي توفرها هيئة الصحة بدبي الخاصة بالأطفال. خلكم ويانا ومواضيع أكثر في صحة وسعادة اليوم، ولكن بعد الفاصل. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ودائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا، من الخدمات الطبية المميزة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي تأتي خدمات طب الأسنان التي توفرها الهيئة في عياداتها المتخصصة بدرجة عالية من الجودة، وخاصة طبعا تلك الخدمات التي توفرها هيئة الصحة خاصة للأطفال.
اليوم بتكون معنا عبر الهاتف الدكتورة نورة برحيمة، أخصائي أسنان أطفال في هيئة الصحة بدبي، وبنتكلم معها عن خدمات عيادات الأسنان بشكل عام، وأيضا من خلال وجودها معنا بنتطرق أيضا للخدمات المتميزة والمتوفرة اللي تقدمها الهيئة للأطفال في هذا التخصص، وأيضا على كيفية التعامل مع الأطفال في طب الأسنان. ننتظر بس إن شاء الله نحصل خط مع الدكتورة، وفي نفس الوقت أيضا مستمعين الأعزاء لما نحصل خط مع الدكتورة نحب أيضا أن نذكر بخصوص مراكز فحص كوفيد 19 التابعة لهيئة الصحة بدبي، مراكز الفحص التي تتطلب أيضا مستمعين الأعزاء موعدا مسبقا، مركز أو مراكز الرعاية الصحية الأولية، مركز ندى الحمر الصحي، وأيضا مركز المنخول الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز ند الشبة الصحي، ومركز السيلي الصحي. كلها المراكز تابعة لهيئة الصحة بدبي، وأيضا مستمعينا المراكز المخصصة لفحص كوفيد 19 بموعد مسبق، مجلس الراشدية ومجلس ميناء جميرة، طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء. أما بخصوص نادي النصر الرياضي من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا وحتى 1 ظهرا. أما بخصوص مراكز الفحص دون موعد مسبق وهي منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة، الأحد إلى الأربعاء من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساء، وأيضا الخميس والسبت من 10 صباحا إلى 7 مساء. ما زلنا مستمعين الأعزاء ننتظر الدكتورة نورة برحيمة مخرجنا المتألق. أتوقع نعم عيال، بناخذ مستمعينا الأعزاء، بننتقل عفوا إلى فقرة صحة الطفل، واليوم تحت عنوان تربية صحية للطفل، ومعنا الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالخير والصحة والعافية، حياكم الله. الله يحييك دكتورة. طبعا احنا دائما نعرف ومنذ اللحظة الأولى لولادة الطفل وتبدأ طبعا حقوق الطفل وتدخل حيز التنفيذ، نحب دكتورة بس نتعرف بداية إلى أهمية إحاطة الطفل منذ الولادة بأنماط الحياة الصحية السليمة. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت اليوم في موضوع اسمه healthy parenting، يعني كيف الوالدين يكونون صحيين، يعني كيف طريقة تعاملهم مع الأطفال، الرعاية الوالدية بالعربي يعني لغة زين. نعم. قلنا إن مثلا رعاية للأطفال مو بس مجرد حاجة، بس هو حق، لازم كل الأباء والأمهات يعرفون إن حق لكل طفل إن الأب والأم يهتمون فيه رعاية الوالدية المهمة عشان تنشئة الطفل في بيئة رعاية داعمة مستدامة تساعد على البقاء. صحيح. يعني هل رعاية مثلا توفر أشياء، كيف مثلا لازم نحمي أطفالنا من الأخطار البدنية، نعرف كيف نحافظ عليه ما يطيح، مثلا نخلي الياهل يلعب أي مكان ممكن يطيح يتكسر نقول له هذا ياهل، لا. صحيح. احنا وظيفتنا نحمي الطفل من الأخطار البدنية، التغذية الملائمة والرعاية الصحية. الطفل عشان يكون سليم وصحي لازم نبدأ مثلا من الرضاعة، نبدأ من بعد أول ولادة بالرضاعة الطبيعية، وبعدين نعطي أكل صحي، ما نخلي الطفل طول الوقت يشتري مثلا فاست فود ويمرض. القيام بدور بناء وفعال في توجيه في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، لازم خاصة مثلا مجالات صحة الطفل، تغذيته، وقاية من الأمراض، الحوادث، مضار التدخين. مثلا إذا عافانا الله الأب والأم واحدة منهم وواحد منهم يدخن، لازم نعرف شو مضار على الطفل، كيف نبعد الطفل، كيف نخلي الطفل ينمو في بيئة سليمة معافاة. التفاعلات الحانية والإيجابية مع الأشخاص ذوي الأهمية في حياته، مراعاة استدامتها، نشجع الأطفال استخدام الفعال للغة، وايد مهم إحنا نشجع أطفالنا على لغة الأم. يعني مثلا إحنا لغتنا اللغة العربية أحسن لغة،
ما نبي نعلم الأطفال اللغة الإنجليزية وبعدين لما يكبرون يندمون، لأن ما يعطون أساسيات لغتهم لغات الأم. صحيح. هذا بعد حق من حقوق الطفل، إتاحة الفرص لتعلم التعاون والتقاسم والتشارك والمساعدة. لازم نعلم الطفل كيف مثلا يشارك الآخرين أشياء، هذا كله يتعلم الطفل إذا شاف، إذا تربى في بيئة كل هالأشياء متوفرة. لازم نعطي فرصة للطفل كيف ينمي قدرته على تحمل المسؤولية، استقلالية، قدرته على الاختيار. نعطيه فرصة للطفل مشاركة في الأنشطة التي تدعم نماء التطور الإدراكي، وايد مهم. يعني صحيح. أبسط شيء، ما نخلي الطفل طول الوقت على جدار التلفزيون والموبايل، لأنه ما بننمي أي نماء التطور عند الطفل. فالطفل متى يتطور سليم ويتطور من نمائه والاستدراكات؟ كل ما جلس مع الأب والأم. صحيح. يعني إحنا كل ما جلسنا وياهم ناقشنا وياهم أفضل ألف مرة من التلفزيون والموبايل وهالأشياء. الدعم إن لازم الدعم في تأكيد قيمة الذات والإحساس الإيجابي بالقدرة والتمكن عند الأطفال. لازم نعطيه فرصة للانخراط في المجتمع، إن يكون يصبح الطفل عضو في المجتمع. ليش؟ لأنه يكسب هوية ثقافية، شعور بالانتماء. لازم الطفل يعني يكون محاط بقدوات يحتذى بها. لازم الطفل يأخذ القدوات من الآباء والأمهات عشان بعد لما يكبر يعني يفتخر بهالمكان اللي كان هو تربى، يتعلم منهم أشياء جديدة. أنا كنت أقول مثلاً وايد أشياء مهمة للأطفال لازم إحنا نتعلم شو نسوي، بس أنا كنت حاطة شوية بوينت أقول للآباء والأمهات مثل النصايح العامة، إن أول شيء الطفل عشان يكون أكثر نضج وصحة وسعادة، أول شيء لازم نعبر عن الطفل عن الحب. صحيح. مثلا نجلس مع الطفل، قضاء وقت طويل مع الأطفال ليس معيار لتقديم الحب، بل من الممكن أن نقضي أوقات أقل مع حب أكثر واتصال أعمق. يسمون هذا الوقت النوعي، يعني نركز على تبادل الأحاديث والمشاركة في القيام بأنشطة محببة، خلق جو من المرح والتحدث عن ما يجري خلال اليوم، لأنها مصدر مهم من مصادر تغذية الشعور بالحب والقبول. صحيح. عشان شيء لهذا نستخدم كل لغات الحب لتظهر الأطفال. بليز يعني كل أبا أباهم يستخدمون كل لغات الحب ليظهرون لأطفالهم كم إحنا نحبهم، عشان هذا الأشياء يخليهم يلجؤون للأم والأبو قبل أي حد ثاني. النصيحة الثانية للإصغاء الفعال، كيف إحنا نطور مهاراتنا في الاستماع لما يقولنا أطفالنا؟ يعني تعرف أن الحين أباء وأمهات كل يشتغلون، يوم يوصلون البيت يكونون تعبانين ما عندهم وقت لأطفالهم. بس بليز هاي مسؤوليتنا، احنا لازم يكون عندنا مهارة استماع الفعال لأطفالنا. يعني لازم لفترة نجلس وياهم يكون فترة بس لهم. صحيح. الإصغاء لما الطفل يقول أي شيء، كيف لازم مثلا نبين لهم، حتى ممكن الأب والأم يمثلون مستوى الطفل، يعني نفس المسألة الطفل صغير نجلس على مثلا ركبنا، نجلس جنبنا، نحضن، نهتم فيه، لهالأشياء كل النمو ثقة للطفل بنفسه لما يكبر. في شيء اسمه الذكاء العاطفي، إن كيف واحد يدير مشاعره وتتصرف بحكمة. هاي وايد مهم الذكاء العاطفي، إن كيف واحد يتصرف بحكمة وهدوء في الأوقات الصعبة. صحيح. إن ما نبي مثلا قدام الطفل بس نصارخ على اللي مثلا فرضا عندنا ناس يشتغلون في البيت، لهاي الأشياء نخلي الطفل يزرع في النفوس خوف. لازم كيف نعلمهم كيف مثلا إحنا نوصل رسالة أطفال، أهم شيء هدفنا إن هاي طريقة يتصرف بها في مواقف اللي تع مثلا مواقف اللي يلجأ لها في الأم، يعني بعدين في أوقات صعبة. لازم نعطي الأطفال خبرة ثمينة حول معنى الذكاء العاطفي وكيفية ممارسته. لازم نكون إحنا النموذج المناسب لأطفالنا، لأن مثلا إحنا لازم نقول للأب والأم أنت أحسن نموذج لأطفالك، أنت حط قواعد واضحة للأسرة والتزم بها، لا تفعل أي شيء أمام أطفالك لا ترغب أن يقوموا به لما يكبرون. إحنا لازم نحط قدامنا دائما أن إحنا نبغى طفلنا إحنا نكون أحسن قدوة لأطفالنا. صحيح. ونعلمهم أشياء إن لما يسوون لما يكبرون ما نندم، نقول ليش هذا تعلم مني، ليش أنا كنت يعني تعرف كيف. صحيح. الطفل يحتاج إن مثلا إذا أخطأنا لازم نعلم الطفل إن كيف نعتذر، مو بأي واحد يعتذر، مو بأي واحد يعلم إن إنسان يخطأ وبعدين يعتذر على الخطأ. الشيء اللي إحنا الحين متوفر كل مكان التربية الإلكترونية، لازم نكون عندنا التعامل مع الفضاء الإلكتروني بحكمة.
الاتفاقيات من أهم وسائل التربوية، نعلم كيف نضع الاتفاقيات المناسبة للتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية، مثلا نحط كل واحد لعمر المناسب يقدر يستخدم، مو أشياء أكبر من سنة ويستخدم، تحديد العمر المناسب لاستخدام الأجهزة والبرامج والألعاب، وأيضا الوقت المسموح لكل مرحلة عمرية. وايد مهم ندرب أطفالنا على استخدام الآمن للإنترنت، ونعلمهم كيف يحافظون على الخصوصية. علينا أن نحرص أن يتضمن الاتفاق تحديدا الإجراءات التي ستتخذها في حالة مخالفة الاتفاق. يعني أنا قلت هاليوم إحنا بنخصصنا، إحنا وايد تكلمنا عن مثلا رضاعة طبيعية، عن التطعيم، منها أشياء. اليوم بنتكلم عن كيف الأب والأم يعني يتعاملون مع أطفالهم في البيئة سليمة، والطفل يكون يعني يتطور وياخذ معلومات صح من الأب والأم. شيء اسمه التربية الجنسية، وايد مهم من الطفل تهيئة الأطفال لمرحلة البلوغ والتحدث في الأمور الخاصة. لازم الأب والأم يكونون المرجع الأول لأطفالهم، يعلمون أطفالهم كيف تتقبل، يعني يتعلمون كيف يتقبلون أسئلة صعبة اللي ممكن الطفل يفاجئ الآباء والأمهات، وإحنا أحسن الناس نعلمهم بدل ما يروحون عند حد غير يعلمهم أشياء غلط. إحنا لازم نشجعهم يسألونا، يرجعون لنا لأي شيء عندهم بدل ما يروحون لحد غير، لأن إحنا دائما في النهاية الأب والأم أحسن ناس ويحبون مصلحة عيالهم. فغير هذا، هاي شوية أنا قلت بكلم عن النصائح. غير شيء مثلا الطفل أمانة، الأم الأب لما يختار زوجة لازم يتأكد إن هاي أحسن أم بتكون لأطفاله، لازم يهتمون في يعني كيف الأم لما تحمل تهتم في نفسها، في حبوب لازم تأخذ مثلا فوليك أسيد عشان تجيب طفل سليم، إذا لا سمح الله أصاب الطفل غير سليم كيف يكون البيئة البيت يعني تكون مهيئة لتقبل هذا الطفل، كيف يساعدوني، لأن كل أي خطوة الأهل يأخذون بيكون لازم يكون لصالح الطفل. نعم. دائما إحنا لازم نشجع الأطفال. غير شيء مثلا إحنا وايد مهم من الأب والأم يعرفون إن بعد الولادة في فحص اسمه فحص حديثي الولادة. نعم. هالفحص إحنا نشوف 51 مرض، تخيل إذا إحنا اكتشفنا خلال الطفل عمره 3-4 أيام بنعالجهم بيصيرون طفل سوي ما عنده أي مشكلة بيكون. صحيح. بس إذا إحنا ما صرنا وما سوينا هالتحليل أهملنا بيكون حرام، يعني ها حق من حق الطفل إن يتشخص بسرعة، والحكومة ما شاء الله مو مقصرة، متوفر كل الأشياء الحمد لله. نعم. الطفل نبغى يكون طفل سليم. نعم. ممكن طفل بعد الولادة يستوي فيه بوصفار، بوصفار بحد ذاته شيء بسيط، بس إذا ارتفع معدل البوصفار يعني بيليروبين في لدرجة وايد عالية يترسب في المخ. نعم. يؤدي إلى إعاقة عند الأطفال. دكتورة فاطمة، يعني طبعا حديث شيق عن يعني صحة الطفل، وأيضا ذكرتي جوانب مهمة الحقيقة جدا ب يعني مسؤولية الأب ومسؤولية الأم في هذا الجانب. بناخذ إن شاء الله يعني أكيد حلقات ثانية معك الدكتورة فاطمة سلطان العلماء، استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا جزيلا لفريق العمل معك على الخدمات المميزة اللي تقدمونها الحقيقة في هيئة الصحة بدبي، وخاصة لفئات الأطفال. شكرا دكتورة فاطمة. حياكم الله. أهلا. الله يحييك. مستمعين الأعزاء، بنأخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله بنكمل فقرات برنامجنا هذا اليوم. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. قول يفتح مغاليق القلوب ويورث المحبة في الصدور، يسمو بالإنسان ويرفع درجته في الأرض والسماء، هو وصية ربانية لها عظيم الأثر في النفوس. القول الحسن يوميا مع الأستاذ الدكتور محمد العلماء عبر إذاعة نور دبي. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة.
صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة التغذية اليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان ما تضعه في فمك حدد حالتك المزاجية، ومعنا الأستاذة سهى نوفل أخصائي أول التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير الأستاذة سهى. صباح النور والسرور علينا وعلى جميع مستمعينا. الله يحييك أستاذة سهى، حابين نسمع أكثر الحقيقة حول موضوعنا اليوم ما تضع في فمك يحدد حالتك المزاجية. إن شاء الله نتمنى في البداية المزاج السعيد والنشاط والحيوية لجميع مستمعينا. فعليا هي أثبتت العديد من الدراسات في الفترة الأخيرة ارتباط الغذاء والمواد الغذائية الإنسان بتناولها في حالته الصحية وحالته العقلية، لأن بعض الأطعمة اللي بتناولها قد تساعد على تحسين المزاج، قد تزيد من النشاط، تحسن من الذاكرة، وبالتالي هذا جميعا ينعكس على حالتنا النفسية وحالتنا المزاجية. في قاموا بعمل بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول العديد أو كمية من الخضار والفواكه بشكل كبير مع تناول الدهون الجيدة للجسم مثل أوميجا 3 والتخفيف من السكريات البسيطة والدهون أدى إلى تقليل نسبة الاكتئاب بما يتراوح من 25% إلى 35% عند هؤلاء الأشخاص اللي عندهم قابلية للاكتئاب. فلو تحدثنا عن هاي المواد بشكل عام كيف بتأثر عندنا على الحالة النفسية والمزاجية، عندنا مجموعة الخضار والفواكه زي ما احنا عارفين هي تحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم. البوتاسيوم يساعد في تحسين المزاج، يساعد في تنشيط العقل. الأوميجا 3 اللي هو متواجد عندي في الأسماك الدهنية، في السلمون، في التونة، في بعض المصادر النباتية مثل الفاصوليا، الأفوكادو، هذه الأوميجا 3 مفيد لصحة الدماغ، مفيد لصحة القلب. فأنا لما صحتي الجسدية أيضا تتحسن بعدين بنعكس على صحتي النفسية، يساعد على التقليل من الاكتئاب وعلى رفع هرمون السعادة. عندنا أيضا من الأطعمة المفيدة اللي بتساعد على تحسين المزاج الأطعمة اللي فيها البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة اللي هي البروبيوتيك، الكل لما يسمع مباشرة بيروح على الهضم والعمليات المتعلقة به بالهضم والمعدة. فعلا هي تؤثر على الهضم والمعدة، لكن أيضا لها تأثير على رفع درجة يعني تؤثر على درجة الالتهاب، بتساعد في تحسين الشفاء من الالتهاب وفي أنحاء الجسم المختلفة، وبالتالي هذا ينعكس على تحسين المزاج وعلى مستوى الطاقة. هاي موجودة وين؟ في الأطعمة المخمرة، في الألبان، تكثر البكتيريا النافعة كمصادر تغذوية. الأغذية أيضا اللي تحتوي على فيتامينات باء اللي هي بيتول عندي والبيتك، تساعد على حل مشاكل الاكتئاب، مشاكل الذاكرة، تقوي من الذاكرة. موجودة في مصادر اللحوم القليلة الدهون، موجودة في بعض المكسرات مثل اللوز مثل الجوز، كل هاي تساعد على تحسين الذاكرة، تساعد على زيادة ضخ الدم للدماغ، بالتالي تتنشط عند الخلايا، يعني الإنسان الذاكرة عندك تتحسن. هذا أيضا بنعكس على مزاجه، ما بيكون والله أنا بنسى كثير، لأنه الإنسان لما يصير عنده بعض المشاكل البسيطة اللي زي هاي بينعكس على نفسيته. فأنا لما يكون ذاكرتي كويسة، نشاطي جيد، ما عندي مشاكل في الهضم، مشاكل الصحية الحمد لله أنا متجنبها قدر المستطاع، كل هذا في النهاية بينعكس على صحتي النفسية، بينعكس على مزاجي، بينعكس على عطائي أيضا ونشاطي. الأغذية اللي فيها فيتامين دال، فيتامين دال مهم جدا في معالجة مشاكل الاكتئاب، مشاكل الخمول. نقص فيتامين دال غالبا يرتبط بمشاكل الخمول وقلة النشاط البدني. بالعكس احنا المشكلة الناس دائما اللي من الخمول، لأن فيتامين دال يرتبط في الغدد. فالمشكلة الناس اللي عندها خمول افحص فيتامين دال، إذا كان فيتامين في نقص
معناها هذا إحدى أعراضه بيكون الإنسان عنده أمراض. فإذا هاي المصادر الغذائية كلها تنعكس بعدين على صحتي وعلى وضعي النفسي. في دراسات أخرى أثبتت إنه زيادة السكريات من السكريات البسيطة والسكريات المصنعة كلها هاي الموجودة في الأكل والمشروبات نعم الطاقة والمشروبات الغازية كلها هذه تؤدي إلى اضطرابات وزيادة صحيح عدم التركيز. الأستاذة نعم أستاذة سهى أعتذر لأن عندنا الوقت شوي ضيق وإن شاء الله بنكمل معك حديثك أيضا شيق الحقيقة حول هذا الموضوع ولكن إن شاء الله بناخذ حلقات أخرى وبنتحدث عن هذا الموضوع أيضا المهم. الأستاذة سهى نوفل أخصائي أول التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي شكرا جزيلا لك. مستمعين الأعزاء مثل ما ذكرت الأستاذ سهى نوفل بأن دائما الأكثر في تناول الخضار والفواكه بشكل كبير يؤدي إلى تقليل نسبة الاكتئاب وأيضا زيادة سعادة الإنسان. ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم وفقرة خدمات الهيئة خدمات هيئة صحة بدبي واليوم تحت عنوان خدمات عيادة طب الأسنان. مستمعين الأعزاء دائما الخدمات الطبية المميزة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي تأتي خدمات طب الأسنان التي توفرها الهيئة في عياداتها المتخصصة بدرجة عالية من الجودة وخاصة تلك الخدمات التي تقدمها لفئة الأطفال. بنتعرف عن هاي الخدمات أكثر اليوم مع الدكتورة نورة برحيم أخصائي أسنان أطفال في هيئة الصحة بدبي. دكتورة نورة صباح الخير. أهلين صباح النور. الله يحييك دكتورة نورة. طبعا دائما نحن يعني نشكركم على هالخدمات المميزة اللي تقدمونها الصراحة واهتمامكم بشكل كبير يعني لفئة الأطفال. فنتكلم دكتورة بشكل عام عن خدمات طب الأسنان بشكل عام في هيئة الصحة بدبي ومن بعد ذلك بنتطرق إلى الخدمات المميزة اللي توفرونها للأطفال في هذا التخصص. طبعا بشكل عام توفر هيئة الصحة في دبي كافة الخدمات المتعلقة بصحة الفم والأسنان وفيها أيضا كافة التخصصات مثل عندنا تخصص التركيبات التقويم تخصص أمراض اللثة والأطفال وجراحة الفك والأسنان. وبالرغم بعد من جائحة كوفيد-19 ما زالت تقدم الخدمات منها طبعا الطارئة والعاجلة وأيضا في بعض الخدمات اللي تكون غير طارئة لكنها ضرورية وطبعا هذا كله يحدده الطبيب المعالج. واكيد طبعا في هاي الاوضاع نتخذ جميع تدابير السلام اللازمه لحمايه المريض والطبيب نفسه ايضا. نعم. فعادة يعني المريض يوم عشان يعني يحصل موعد عند الأخصائي يقوم طبعا بزيارة اول شيء الطبيب العام وهو طبعا اللي يقوم بتقييم الحالة وبعدين يحوله عند الأخصائي اللي هو محتاج إنه يشوفه عن طريق الموعد طبعاً. صحيح. دكتورة نورة طبعاً يعني خدمات الأسنان بشكل عام تعتبر يعني من الخدمات المميزة ومثل ما ذكرتي يعني متشعبة وفيها تخصصات يعني كثيرة. حابين دكتورة تعطينا يعني تجربتكم في موضوع التعامل مع الأطفال في طب الأسنان. أكيد يعني الطفل يعتبر يعني جلوس على كرسي عيادة الأطفال في نوع من الخوف ونوع من التوتر وأكيد طبعا دكتورة هناك فريق طبي متمكن ومتمرس يعني في هيئة الصحة بدبي بالتعامل مع الأطفال في هاي الخدمات أو في هاي المشاكل. لو يعني نتكلم معاك في هذا الموضوع تعطونا يعني تجارب عن التعامل مع الأطفال في خدمات طب الأسنان. أكيد طبعاً مثل ما أنت قلت أكيد مثل ما أن الكبير يعني يكون بعد متوتر لزيارته للأسنان فما بالك بهذا الطفل اللي هو جاي يزور طبيب الأسنان أكيد بيكون في شوية توتر. فنحن عادة أخصائيين الأطفال يمر علينا في العيادة يومياً أطفال من مختلف الأعمار يعني يبدون من عمر 6 شهور لين تقريباً 12 سنة. وايد مهم عندنا قبل ما نبدأ العلاج اللي هي نتخذ وياهم طريقة تواصل على حسب الفئة العمرية اللي تكون موجودة عندنا وهذا طبعا يخلينا نحن نكسب ثقة الطفل. في أشياء وايد يعني ممكن أنت تقول إن هي مو مهمة بالنسبة لنا لكن الطفل يشوفها وايد مهمة. فمثل طريقة التواصل يعني مثلا إذا كان الطفل من بين العمر 5 إلى 6 سنوات
يجذب مثلا اذا الواحد انت بديت انك تمدح هذا الطفل شو لابس اليوم، تتكلم عن شخصيه مثلا معينه هو يحبها، تحاول انك تبدا وياه طريقه اللي هي الحوار، بحيث انك انت يعني تساله وهو يجاوب، نفس الشيء توصل الطريقه انه نحاول ان احنا نخفف التوتر من عنده ونكسب ثقه الطفل، وبعدين تدريجيا نبدا وياه العلاج. وطبعا اكيد نكون نخبر عن كل شيء مثل الادوات اللي نحن نستخدمها او شو العلاج اللي نحن راح نسويه، طبعا كل هذا يكون الطريقه تناسب عمر الطفل بحيث انه يفهم نحن شو ياسين نقول او شو ياسين نتكلم. الشيء الثاني بعد اللي وايد مهم وحتى الاهل لازم يفهمونه، لا يتوقعون ان الطفل من اول زياره راح يستجيب للعلاج، بالذات اذا كانت اول زياره لطبيب الاسنان. دائما نعطيهم فرصه، في وايد اطفال عندنا مثلا من الزياره الاولى يرفض انه يجلس على الكرسي او حتى يرفض انه يدخل الغرفه للعلاج، لكن تدريجيا مع التعود، يوم يتعود على الغرفه، يتعود على الكرسي، يتعود حتى على الطبيب نفسه، تلاقيه من الزياره الثانيه والثالثه تعود خلاص، عرف شو الاجراء اللي راح يسوي. عشان شيء احنا دائما يعني نركز ونركز على هالنقطه المهمه، ان الاهل لازم يقومون بمراجعه يودون عيالهم عند طبيب الاسنان في اكثر وقت ممكن، فكل ما كانت الزياره مبكره كل ما كانت الزياره تكون بدون الم، كل ما تقبل الطفل العلاج اكثر. عشان شيء ننصح يعني احنا بمراجعه في سن مبكر تقريبا من سن 6 شهور الى السنه، وتكون هاي المراجعات كل 6 شهور يعني مرتين في السنة تقريبا. نعم. للأسف طبعا في بعض الأحيان يعني يرفض الطفل أنه يجلس على الكرسي حتى مع عدة محاولات، فنقوم طبعا نحن في هاي الحالة بإجراء اللي هو اليوم الواحد أو بإجراء العلاج للطفل اللي يكون هو تحت التخدير العام، حيث أن نحن نقوم بكل العلاج والطفل نائم. يعني في هاي الحالة طبعا احنا تكون اذا كان الطفل غير متعاون مثلا عنده اكثر من 6 أو 7 اسنان مستوسة يعاني من الم، ففي هاي الحالة نضطر طبعا لاتخاذ الاجراء الاخر اللي قلته. وللاسف طبعا حاليا بما ان عندنا جائحة COVID-19 وقفنا هاي الخدمة بشكل مؤقت حاليا، بس ان شاء الله نرجع لها في المستقبل. نعم. ايضا دكتوره نوره اللي لفت انتباهي الحقيقه يعني اثناء حديثك عن الاسلوب الخاص في التعامل مع الاطفال، انا اثناء زيارتي لاحدى المراكز التابعه للرعايه الصحيه الاوليه حتى دكتوره يعني يعني علاج الاطفال الاخص الاسنان يعني ماخوذ بجميع الجوانب، حتى يعني لاحظت ان الغرفه يعني لون الغرفة، الورق الجدراني اللي مستخدم في الغرفة، لبس الفريق الطبي يختلف عن لبس الفريق الطبي للتخصصات الثانية، فهذا أيضا يعني هيئة الصحة حريصة بحيث أن البيئة اللي 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 يعني يتم فيها تقديم الخدمة للطفل وبالأخص يعني للأسنان بيئة مناسبة بحيث أن الطفل يحس أنه في مكان يعني يرغب فيه ومكان يحس براحة ويحس أيضا بسعادة. صح، هذا الشيء وايد مهم يعني على أساس نحن نجذب الطفل إلنا، حتى تعامل الفريق كامل يعني مع الطفل نفسه، يعني مثل ما شرحت لك مثلا يكون عندنا حتى تلفاز، إنه يعني يكون في وايد أشياء إنه تحبب الطفل في العيادة نفسها يعني. صحيح. دكتورة نورة، نحب نعرف ما هي يعني مثلا المشكلات الصحية الخاصة اللي يعني أنتوا دائما تواجهونها اللي تواجه الأطفال بشكل خاص بالنسبة للأسنان؟ طبعا من اكثر الامراض انتشارا الحين بين الاطفال واللي نحن يوميا بشكل يومي يعني نشوفه في العياده اللي هو مرض تسوس الاسنان من الكاكاو. هي اكيد من الكاكاو والسكريات طبعا لها عوامل كثيره، هي وايد عوامل كثيره الصراحه، ما نقدر نقول هو سبب واحد هو اللي يسبب تسوس الاسنان، في وايد عوامل. عشان شيء دائما ننصح يعني مراجعه الطبيب على اساس تكون في هناك في يعني نقطه وصل، فيكون يعني مثلا يكونون الاهل اوريدي عارفين شو الاجراء اللي يسوونه حق ولدهم، مثلا طريقه التنظيف، شو التغذيه المناسبه للطفل،
فكل هاي المعلومات ياخذونها من طبيب الاسنان. عشان كذا احنا دائما ننصح كل ما كانت الزياره مبكره، كل ما كانت الزياره من غير ان الطفل جاي من غير الم، فنحن نقدر ان نساعد الاهل بعد ونعطيهم كل المعلومات اللي هم يحتاجونها حتى بالصور يعني. صحيح. دكتورة، بالنسبة للعوامل، يعني هل هناك عوامل معينة قد تؤدي مثلا للتأخر ظهور الأسنان؟ وإذا يعني في مجال نتحدث معك بالأخص الأسنان اللبنية للطفل. هي طبعا الأسنان اللبنية تبدأ في الظهور عادة من عمر 6 شهور لين السنة أو السنة وشهرين، وتكتمل تقريبا في عمر 3 سنوات، ويكون عددها يعني الأسنان اللبنية كاملة يكون عددهم 20 سن. وأول سن يظهر طبعا هي الأسنان السفلية اللي تحت، وعادة الأهل يكونون يعني يتريون هالشيء فارغ الصبر، يعني متى بيصح بي أول ضرس عشان تعرف يعني يبدأ يأكل وخلاص. فوايد أهالي يجونا مثلا متوترين من هالشيء، يعني يقولون والله الحين ولدي بيكمل سنة ما طلع له ضرس، ليش؟ شو السبب؟ فعادة احنا دائما نحاول ان نهدي الاهل، نشرح لهم ان هالشيء طبيعي، مو معناته ان اذا السن ما طلع في هالوقت معناته ان السن مو موجود. ترى السن عادات يعني يكون مكتمل في الفك موجود، لكن في تاخر في انه يعني ما طلع في الفم. ومعظم الاحيان يكون هالشيء طبيعي، يعني مثل ما قلت لك احنا في رينج يعني اللي هو من 6 شهور من السنه و3 شهور. لكن بعض العوامل اللي تأثر في بعض الأحيان على تأخر ظهور الأسنان، في منها مثلا نقص كمية الكالسيوم الموجود لدى الطفل. في بعض الأحيان أيضا يكون عندهم نقص الفيتامين د، والفيتامين د حاليا يعتبر عنصر وايد مهم على أساس أن تكون الأسنان قوية. وفي أيضا بعض العوامل الوراثية، عشان كذا احنا دائما نسال الاهل اذا مثلا هل هالشيء صار في اخوه او عندكم حد في العائله مثلا نفس الشيء صار لتاخر في الاسنان، فهالشيء يساعدنا بعد ونطمنهم اذا كان عامل وراثي. وفي بعد سبب اخر ان مثلا اذا كان الطفل عنده مشكله في النمو، اذا كان عنده مشكله في النمو الجسدي او لا سمح الله عنده مرض يعني او يشتكي من اي شيء في الجسد، ممكن ياثر ايضا على نمو هاي الاسنان. ففي هاي في بعض الاوقات نحن نضطر ان نحول الطفل للدكتور العام. نعم دكتورة نورة، في آخر دقيقة حابين أن تعطينا نصائح في كيفية الحفاظ على صحة فم وأسنان الأطفال. طبعا مثل ما تعرف أن الوقاية خير من العلاج، وأحب في النهاية أنصح جميع الأهالي أن يحافظون على غذاء الطفل، أن أهم شيء يكون غذاء الطفل متوازن يحتوي على جميع العناصر المفيدة مثل الكالسيوم والفسفور والحديد. وأيضا ننصحهم من التقليل من تناول الحلويات والسكريات بكثرة بين الوجبة. طبعا ما نقدر نقولهم لا تعطونهم موز، لا طبعا التقليل من هي الحلويات يعني. صحيح. على الأقل. وثالث نقطة اللي هي وايد مهمة، الاهتمام بغسل الأسنان 2 مرات في اليوم. وشيء بعد وايد مهم أنه يحرصون على زيارة الطبيب للمراجعة كل 6 شهور. الله يعطيك العافية دكتورة نورة برحيمة، أخصائي أسنان أطفال بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك الحقيقة على هاي الخدمات المميزة اللي تقدمونها، وبالأخص لفئة الأطفال أنت وفريق عملك المبدع. كل الشكر والتقدير دكتورة نورة. مستمعينا الأعزاء، وبعد فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات طبية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، في الإعداد كان فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة، وأيضا في الإخراج مخرجينا المبدعين الأستاذ نمر محمد وأيضا أستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.